عندنا مشكلتين النهارده مهمين. المشكله الاولى بقيه الموسم، الست انديه هل التلفزيون هيكمل معاهم العقد ولا هيفسخ زي ما فسخ مع النادي الاهلي؟ المشكله الثانيه، طيب انت عارف الانديه دي عامله عقد مع التلفزيون سنتين، وال13 برضه عامل سنتين مع برزنتيشن، فبرضه السؤال الثاني هل التلفزيون هيكمل عقده في السنتين ولا عايز يفسخ؟ وفي حاله الفسخ انا فوت ان انا بتفاوض مع التلفزيون المصري، السيد رئيس اتحاد اذاعه التلفزيون باسم الست انديه، انه سؤال واضح وصريح، هتكمل نص الموسم ده ولا مش عايز؟ اثنين، هتكمل عقدك السنتين ولا لا؟ ثم فوضوني في مع برزنتيشن، لان برزنتيشن متعاقده معانا لمده سنتين جايين ان شاء الله، وكان طبعا طلب اللي انا موافق عليه ان العرض اللي اتعرض من برزنتيشن في او بدايه الموسم للست انديه مش وقت الانتقام، اقول لك ما انت سبتني ومشيت، الكلام ده مش مظبوط، زي ما كان عرض قبل كده. يعني مثلا عندنا ام بي مع برزنتيشن، بتروجيت ما كانش مثلا مع نفس اللي بياخدوا ام بي هتاخده بتروجيت. الباب رفض عرض التلفزيون؟ لا، ما هو عرض التلفزيون يعني انت عارض 100 مليون في السنه، شيل منهم 15%، 15 مليون يبقوا كام؟ بتوع الاتحاد 85، الاهلي بياخد مثلا 40 والزمالك 40 هي 80، طب وال 5 مليون هيتوزع على كل الانديه؟ طبعا كلام مش منطقي، يعني هدي كل نادي 5 ساغ و7 ساغ. ده الجزء الاولاني عشان نخلص موضوع التفويض وخلاص كلهم فوضوني. الجزء الثاني بقى اللي انا قلته مع محمد كامل، بس انتم ما قلتوش عندكم، انا مش عايز حد يشكرني، يعني ان لما الاهلي تعاقد وانا كنت عايز افسخ التعاقد مع برزنتيشن عشان قلت انا الاهلي مش هيزيد عني جنيه، قلت لازم شرط رئيسي عشان المنتج بتاعي يهمني قبل الفلوس يبقى في كل القنوات الفضائيه، وبناء على اتفاقي مع محمد كامل بعت لشوبير العقد الصبح وهو قاعد معايا، وبعته لمهيب في الحياه خلاص، وبعته لصدى السي ار تي على ما اعتقد، تمام، واخد بالك، وبعته لتن، بس تن عشان ما عندهاش بلس، ما انا بقول لك اهو، تمام. فده كان انا لازم، يعني مش انا يعني ربنا فينا من كلنا، يعني كان لجنه انديه مع محمد كامل في الاجتماع، قلت له قبل ما اقول لك عايز ابزيد عن الاهلي، لا انا بقول لك لازم المنتج بتاعي، لان مع احترامي لنيل الرياضه فوق دماغنا، انما لما يكون في حصر في مكان، يعني نيل الرياضه خدها ازاي؟ نيل الرياضه اصلا كانت عايزه تاخد ارضي مجانا، كانت الاول بتدفع 80 مليون كل سنه، فعايز تاخد ارضي مجانا، ففي اجتماع السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس اتحاد اذاعه التلفزيون والسيد رئيس الشباب الرياضه وانا كرئيس لجنه الانديه قلنا لا تاخد ارضي وفضائي، والاجتماع اللي بعديه خدت 45 مليون من الشركه الراعيه، يعني انت حضرتك بتاخد 45 مليون وبتزيع ارضي وفضائي مجانا ومش عايز تجود عندك المنتج بتاعك ودفنتني. فقلت يا محمد كان من فضلك لازم، انا ممكن اكون مختلف مع شوبير بس عنده جماهير يشوفوا ماتشي، مختلف مثلا مع النهار لكن عنده جماهير يشوفوا ماتشي، وده اللي عمله الراجل في معاد النهار. النهار عنده مشكله مع ايهاب جلال، ان شاء الله ما يرجع الحلاقه هكمل يعني الحلاقه، بحيث برضو هذا المنتج يتذاع في النهار، وانا شايف منافسه، يعني امبارح مثلا الحياه كانت بتذيع والنيل الرياضه وصدى البلد والحياه كانت بتذيع وسي ار تي، عايز اقول لك المنتج بقى ليه قيمه. اعتقد ان اي مفاوضات خارجه عن اداره الانديه فدي ليست مفاوضات، دي حاجه غير قيمه بالمره وحاجه مسيئه جدا لاي نادي يقوم بيها مع لاعب من ورا نادي. اعتقد ان احنا في ميثاق رياضي محترم، المفترض ان حضرتك بتتفاوض مع النادي، انما تتفاوض مع اللعيب اسمه التفاوض تحت السلم، احنا بنرفضه، احنا ما عندناش لعيبه للبيع ولا للاعاره الا لاعب واحد اسمه نانا بوكو، اعتقد في خلال 3 ايام او 4 ايام هيكون صفقه منتهيه لاحد الانديه العربيه واعتقد السعوديه. والله اتمنى ان التلفزيون المصري يشوف موضوع الحقوق للانديه المصريه قبل ما نتكلم في حق تسويق للانديه المصريه، اعتقد ان هي الانديه دي هي اللي بتعاني وهي اللي عانت من التلفزيون المصري في خلال العامين السابقين، اعتقد ان انت عشان تثبت حسن النوايا وتقدم عرض جديد لابد ان انت تسد المديونيه القديمه. اعتقد ان التلفزيون المصري النهارده انت واخد مجاني، يعني اعتقد ان الشركه الراعيه اعطاك مجاني، فانا مش شايف
داعي لان انت تقدم عرض بفلوس، انت بتاخد فلوس كمان، يعني اعتقد تسويقك بيديك فلوس كمان، بالاضافه ان 13 نادي ماضيين مع الشركه الراعيه لمده 3 سنوات، يبقى 14 نادي. ما انت بتتكلم لا احد يملك حقوق بيع البث المباشر غير الشركه الراعيه، بالاضافه الى انت خطبت اتحاد الكوره، واتحاد الكوره ليس مسؤول عن التسويق للعيبه، لان على التسويق للانديه، الانديه بتبيع فردي، فاعتقد انت اخطات في الجهه. واعتقد ان اجتماع النهارده اللي دعا اليه اتحاد الكوره عشان يناقش موضوع، انا في وجهه نظري ان محسوم، لان لا احد يملك قراره. لا شك ان مع استقرار مصر واستكمال بطوله الدوري المصري دي 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 مش عايزه كلام، بس احنا مش طالبين بالغاء الهبوط، احنا طالبين زي ما انت لعبت في اللائحه في القسم الرابع من الثالث، صلح في القسم الثاني وفي الممتاز الف فوق، يعني خمسه خليهم ثلاثه. ما فيش في الدنيا او دوري في العالم يكون فيه هبوط منه خمسه، ما فيش خالص، يعني خمسه خليهم ثلاثه، هبه ثلاثه. يمكن انا النصر يعديني، النصر عنده امل، ونقول لك ماشي علشان انا ضمنت اني انا مستريح في الدوري، لا بالعكس، المصري عنده امل، خليهم ثلاثه. ايه المعنى انك انت بتلعب في القسم الرابع من الثالث وما تلعبش في الثاني والاول؟ فده مطلب، ويا ريت يكون الرجاء يكون يعني يكون في الدوري المصري، عشان الرجاء وجود الرجاء في الدوري المصري امن قومي حتى لمصر. بالعكس والله، يعني انت بتكلمني على اللائحه، وهم في الاتحاد المصري بيتكلموا على اللائحه، مش انا. ما هذا بالهبوط، ونتمنى ان الرجاء يكون موجود، ومن حقنا ندافع عن النادي بتاعي، محافظه مطروح. ما يجيش يلعب لي في اللائحه في القسم الرابع ويقول لك فوق انا نطبق القانون ونطبق اللائحه، فده ده ده مطلب. وبعدين خلي بالك، شيل الانبي والاهلي والزمالك، والباقي كله بيعاني من الهبوط، ب 42 نقطه بيعاني من الهبوط، وهتفكر 42 نقطه ده استريح، بيعاني من الهبوط زينا. فيا ريت خليهم ثلاثه، يا ريت. انا مع الغاء كاس مصر، ان الدوري ربنا يستر ويكمل. ما ينفعش الدوري ينتهي في 2/8 او 5/8 وبعديها باسبوع يشتغل كاس مصر، يبقى كده حنقعد لغايه الساعه 11 لغايه شهر 11 واحنا شغالين في كاس مصر. يبقى اللعيبه استريحت امتى؟ وفتره اعداد حنبديها ازاي؟ وقصه واللعيبه حتمشي ازاي؟ وحنشتري لعيبه ازاي؟ فانا مع الغاء كاس مصر. الانديه حترجع لمجالس الادارات بتاعتها عشان تاخد قرار موحد في التعاون مع الموقف اللي احنا واقعين فيه. طبعا انا بقول ان كان النادي الاهلي بما قيمته الكبيره، واحنا يعني انحازنا ان احنا نكون مع العرض اللي قدمه عشان خاطر التلفزيون المصري طبعا، وده كان موقف كبير من الانديه السته اللي راحوا مع النادي الاهلي، مش موقف يعني متذبذب، لا احنا رحنا في الاتجاه اللي كان من وجهه نظرنا انه العرض احسن، وانه الالتزامات التسديد احسن وفي موعدها، لان احنا بنتعامل مع التلفزيون المصري. لكن للاسف الشديد احنا فوجئنا بانه النادي الاهلي انسحب من اللجنه السبعيه وراح اتعاقد مع شركه البريزنتيشن اللي كانت واخده العرض بتاع ال 13 نادي. طبعا هذا الكلام لازم يكون له مردود في الفتره اللي جايه، انه هيبقى فيه تفاوضات مع رئيس اللجنه مع الانديه السته لدخول كلنا بعد كده في البث الفضائي بس بالكامل الانديه 18 نادي الموسم القادم. الانديه السته الموقعه مع التلفزيون العام هذا العام عرضت الامر على السيد المستشار مرتضى منصور، وهو راعى هذا الكلام وقال انا برعي ال 20 نادي بما فيهم الست انديه، والانديه معظمها فوضته ان هو يبحث هذا الامر مع الشركه الراعيه لتوقيع عقد جديد مع الشركه الراعيه البرزنتيشن لرعايه الانديه السته بالموسم ده ابتداء من الموسم القادم، ولو الانديه حابه تكمل مع التلفزيون الفتره اللي جايه هيتم عقد اجتماع مع السيد عصام الامير لبحث موقف الانديه السته، اذا ما كان هيكملوا او يتم فسخ العقد. والانديه السته فوضت المستشار مرتضى منصور لبحث هذا الامر مع السيد عصام الامير، وهو هيبحث يعني هيعقد اجتماع في اقرب وقت لانهاء هذا الملف ورعايه الانديه في تعاقدها مع الشركه الراعيه.